طيب تمام يا شباب، ايش اللي حنعمله احنا؟ هذا خلينا نخليه لينير لاي اوت على اساس انه سريع. تمام، وخليه كمان الاورينتيشن تبعته فيرتيكال. تمام، هذا التكست فيو بدنا اياه. بس خلي الود تبعه ماتش بيرنت. هاي الاي دي. تمام، تكست خلينا نسميه تكست، والتكست سايز هي 30 اس بي. تمام، هلا بدنا ناخذ كمان سبينر. السبينر هو الكومبو بوكس. في حد عنده سؤال مش عارف شو هو السبينر يا شباب؟ السبينر اللي هو الكومبو بوكس، اللي هو القائمه المنسدله اللي انت بتختار منها، عارفين بالعربي بيسموها قائمه منسدله. تمام، اي سميته انا سبينر. اوكي تمام، خلي هذا سميته سبينر. ايش بدنا؟ بس هاي السبينر. تمام، بعد السبينر بدنا ناخذ نعمل جروب، راديو جروب. تمام، راديو جروب. شوف مين بخبط، شوف مين بخبط، شوف مين بخبط، قول له اسكت. هذا الراديو جروب خليها ماتش بيرنت وراب كونتنت. طيب الراب، الراديو جروب، لاحظوا انه انا عملت تاج فتحته من النص على اساس انه انا بدي انا احط فيها كم راديو بوتون. تمام، فهلا خليته الاي دي، سميت الاي دي جروب. داخل الراديو جروب هذا، داخل الراديو جروب، دائما الراديو جروب على فكره بالطريقه هذه بدنا نعمله. الراديو جروب عاده عشان تعمل راديو بوتون لازم تعمل راديو جروب، ماشي؟ وداخل الراديو جروب بكون في اكثر من راديو بوتون. هم اصلا بسموه راديو بوتون لانه بياخذ ايش؟ هاي راب كونتنت. انت بتاخذ منهم واحد بس، يعني قد ما يكون في عندك راديو بوتون انت اليوزر ايش بيسوي؟ هاي تكست. خلينا نفهم ايش هو الراديو بوتون. مثلا ميل، هاي تكست ميل، والاي دي، الاي دي بدي اسميه ار 1. خلاص تمام، وهي انا اخذت كمان راديو بوتون ثاني، ممكن يكون راديو بوتون ثالث ورابع زي ما بدك. ان شاء الله 20 راديو بوتون. هذا سميه ار 2. داخل الراديو جروب اي فيميل، انت بتختار منهم واحد بس، يعني اليوزر بيختار منهم واحد. طلع شوي على الديزاين لما انت تيجي، هذا هم الراديو جروب، في عنده تو بوتون، فاليوزر بيضغط على وين؟ على الميل او الفيميل، يعني بيختار واحد منهم. تمام، فبتيجي النقطه السوداء على اي واحد، فاليوزر بيختار، ان شاء الله كانوا 10 راديو بوتون، اليوزر بيختار، بيقدر يختار واحد فقط. تمام، بيقدر يختار واحد فقط من الراديو جروب. تمام، هذا الكلام بيختلف عن العنصر الشاشه اللي اسمه تشيك بوكس. التشيك بوكس ان شاء الله عندك حطيت 20 تشيك بوكس، بتقدر تختار ال 20 او ما تختارش ولا واحد. تمام، يعني التشيك بوكس تشيك ولا مش تشيك. تمام، تكست. تمام، سميها سميها تشيك ماي نيم، تشيك ماي نيم، هيك تكست يعني تشيك ماي نيم. تشيكت ماي نيم. تمام، والاي دي تبعها سميه تشيك. خلاص، هذا تشيك بوكس. طلع لو حتى حطيت كمان واحد ثاني عشان نعمل كمان واحد ثاني تشيك بوكس. تمام، هذا واحد وهذا اثنين. تمام، هلا حطيت انا اثنين تشيك بوكس، هذا تشيك ماي نيم، check my name 1، check my name 2. خلاص تمام،
تمام. بس هذه بدنا نعملها في كل مكان. نكبر الخط شوية على هذه. تمام. تمام. آخر واحدة اللي هو السيك بار. السيك بار طبعاً كابتل سيك. هذا السيك بار خليه ماتش بيرنت وراب. تمام. تمام. سيك بار ايش بدنا؟ بدنا الاي دي تبعه نسميه سيك. تمام. بس خليه هيك. تمام خلينا نشوف الديزاين. الشباب كانوا موجودين اصلا وبعدين طلعوا. تمام. قعدوا فتره برا. انا يا شباب انا ما بشوفكم للاسف، يعني بطلع على الشاشه وبشرح ما بكون شايف، فانتوا لكم فتره يمكن في الويتنج روم وما كنتوا موجودين. فام سوري. خليكم معايا ما حدش يطلع رجاء. تمام. ما حدش بيطلع عشان انا ما بقدرش اعمل ادمت مره ثانيه. تمام. اوكي. هذا الديزاين ماشي. اذا الان خلينا نروح على الجافا على اساس نشغل البرنامج. اول شيء بالنسبه للسبينر، نرجع شويه بس للاكس ام ال. عنصر الشاشه اللي اسمه اكس ام ال اللي هو اسمه سبينر. في حد عنده سؤال على السبينر شو هو؟ يعني مش عارف شو السبينر. السبينر يا جماعه تو دخلنا دكتور، احنا ما حضرناش المحاضره تو دخلنا. ليش انت شو هذا؟ طيب ماشي ماشي. السبينر كنا برا ما كانش راضي يفوت. طيب ماشي. احنا حطينا اكثر من عنصر شاشه. حطيت انا هنا هون هلو وورد. هاي ايه تكس فيو، وهذا العنصر اللي بعده، العنصر اللي بعده اللي تحت منه اللي هو سبينر. السبينر اللي هو الكومبو بوكس، يعني القائمه المنسدله اللي زي هذه، يعني زي هذه شايفها. هذه بسموها كومبو بوكس في الويندوز ابلكيشن، بس في الاندرويد ابلكيشن بسموها سبينر. فهي حنحكي عنها سبينر. تمام. بعدين اللي بعديها هاي راديو جروب. كل واحد من الراديو جروب اسمه راديو بوتون. كل واحد من الراديو جروب بتحطه راديو بوتون، فانت بتختار، اليوزر بيختار واحد منهم. هلا بتشوف لما نشغل الشاشه. بعدين حطينا تشيك ماي نيم، حطينا اثنين تشيك، عنصرين تشيك، وحطينا اللي هو سيك بار. هذا سيك بار انت بتمسكه بيدك وبتحركه شمال ويمين. خلاص هلا احنا بنشوفهم بس نشغل البرنامج. طيب اول شيء بنيجي للسبينر اللي هو هذا. تقدر انت تعبيه من وين؟ اللي هو تعبي الايتمز اللي فيه. هدول الايتمز، هدول شايفهم اللي انا بحرك، هدول الايتمز. كيف بتحطهم في السبينر؟ تمام. في عندك اتريبيوت اسمه بالاكس ام ال، ممكن تعبيه من الاكس ام ال. تمام. ففي عندنا اتريبيوت اسمه انتريز. تمام. هذا اذا انت بدك تعبي السبينر من الاكس ام ال، فبتروح على الفاليوز على السترينج هنا وبتعمل اري. يعني هون بتكتب اري. تمام. وبتكتب اسمها، سميها تو سبينر مثلا. وسكر هذه الاري. الاري طبعا ايش بكون فيها؟ بكون فيها ايتم. هاي الايتم الاولى سكرها. تمام. نشيء هيك. تمام. خلينا نكتب اسماء المدن فيها، خان يونس مثلا. في عندنا مثلا رفع وغي جازة وغي دير البلح وغي جباليا مثلا. تمام.
فعندك اكثر من ايتم موجود في الاري، عندك اكثر من ايتم موجود في الاري. هاي انت قلنا عبينا السبينر من وين؟ عبينا السبينر من بالاكس ام ال، من الفاليوز، من الفولدر اللي هو فاليو، تمام. فهنا طلع انت بس بتقول له ات، وبتختار الاري اللي هي اسمها تو سبينر، تمام. هذه الانتري تبعت السبينر، فاوتوماتيكلي صار السبينر. لو رحت على الديزاين هتلاقي هيو صار هنا زي ما انت شايف، هنا اول وحده خان يونس عبيها باي ديفولت، اول وحده بحط لك اياها، تمام. طيب الان ممكن نعبيه على فكره السبينر من الجافر، يعني احنا هناخد كيف بدنا نعبيه بالكود هاي، بس انا بوريك يعني اكثر من حاله للسبينر، تمام. فاذا طيب هلا خلينا نشغل. اول شيء بدي اعرف التكست فيو، انا وين بدي اعرفه بالاول، تمام. سمي هذا تكست، هو اصلا اوريدي اسمه تكست، فايند فيو باي اي دي، وهي ار دوت اي دي دوت تكست، تمام. خلينا نعرفهم كلياتهم. بدنا سبينر نفس ال نفس الاكس ام ال كومبوننتس، كل واحد فيهم في له كلاس مقابل في الجافا، على اساس انه يعمل له يتحول لايش. هنا تاخذ منه ريفرنس لما يتحول لفيو، قلنا هاي الميثود اللي بتحول كل الشاشه لفيو، فانت بدك تاخذ ريفرنس على كل جزء من الشاشه. فممكن تاخذ ريفرنس من السبينر سميه اس بي، تمام، فايند فيو باي اي دي، واحنا سميناه سبينر، تمام. تمام. كمان تشيك بوكس او راديو جروب، راديو، تمام، راديو جروب، راديو جروب بسميه ار دي، فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي اسمه جروب، صح، تمام. بعدين العنصر اللي بعده كان اللي هو ايش عملنا، تشيك، هاي تشيك، تشيك بوكس، تشيك بوكس سميه سي اتش مثلا، فايند فيو باي اي دي، وهي ار دوت اي دي دوت تشيك، تمام. تشيك 1 خلاص، هذا سميه اس تي اتش 1 عادي. طبعا الاسماء اللي في الجافا الريفرنس ممكن تختلف عن الاكس ام ال، ما فيش مشكله، عن الاي دي تبع الاكس ام ال. هذا 2 وهذا الاسم تبعه 2، اوكي، تمام. بضل علينا اللي هو السيك بار، سيك بار، تمام. سمي اس كي بيساوي واي فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دي سيك، تمام. فاحنا بنكون خلصنا تقريبا الان كل العناصر اللي احنا عملناهم في اللي اوت، بس هاي العناصر، في عنصر ثاني لا كلهم تمام. الان بدنا نعمل، بدنا نشوف نشتغل على السبينر، بدنا نعمل اللي هو السبينر. سكت التلفزيون هون، سكت، تمام. بدنا نعمل السبينر على السبينر اس بي دوت سيت اون، طلع. هون يا جماعه ما ينفعش اخد انا سيت اون ايتم كليك لسنر، هذا بلزمنيش لسنر. انا بدي الميثود اللي اسمها سيت اون ايتم سيلكتد لسنر، يعني لما انا اضغط على ايش، مش لما اعمل كليك على السبينر، لما اختار عنصر او ايتم من السبينر. فاذا هنا ايتم سيلكتد لازم اكون، انه في هنا اختيار، انه انا لما اختار عنصر من السبينر، تمام، بدي يعمل شيء. طبعا هنا انونيموس زي نفس الموضوع. طيب الان ايش اللي بدي اياه هنا، في عندي تو ميثود بيجيب لي اياهم، هو اللي انا بدي ابنيهم في هاي، في اللي هو الميثود هاي بتاخذ، طبعا بتاخذ اوبجكت من نوع ايش، من نوع اون سيلكت، هيو اون سيلكتد لسنر، تمام. وبدك تبني تو ميثودز، واحده
on item selected. الكود اللي بده يشتغل لما تختار item, وكود بده يشتغل إذا أنت فتحت السبينر وما اخترتش إشي. إذا أنت فتحت السبينر وسكرته وما اخترتش إشي, فبده يشتغل الكود هنا تاني. طيب هلا هذا الكود أنا إيش بهمني؟ إيش بهمني اليوزر لما يختار؟ بده يعرف إيش اللي تم اختياره. اليوزر بهمه هنا إيش اللي تم اختياره من السبينر. تمام؟ فكيف أنا بدي أقدر أصل للعنصر اللي تم اختياره من السبينر؟ وإحنا عبينا السبينر بالإكسمل, لكن إحنا عبيناه سترينج, فأنا بدي أصل لمين؟ لداتا من نوع سترينج, لأن أنا عبيت سترينج سميها STR. إيش بتساوي؟ في السبينر نفسه في ميثود ايش موجود اسمها هيها get item at position. get item at position get item at position هو معطيني ايش هيو معطيني اياه البوزيشن. تمام, بس بتاخده هو هذا, ممكن تغير اسمه على سميه position بوز. هيو معطيني اياه هو, هي حطيته هنا. وطبعا خليته تو سترينج. ليش حطيت تو سترينج هنا؟ لانه هاي الميثود بترجع اوبجكت, بترجع شيء سترينج. تمام, لاحظ انه هي بترجع اوبجكت وليس سترينج, فانا حولت الاوبجكت لمين؟ لسترينج, عشان انا بدي اياه سترينج. هاي الخط الاحمر لايش؟ مين يقول لي يا شباب؟ مين يقول لي لايش الخط الاحمر هذا؟ اسال عشوائي انا. امجد, ليش هاي الخط الاحمر جاي على السبينر الاس بي؟ تمام, مين بيعرف؟ مين بيعرف ليش الايرور هذا يا جماعه؟ المفروض تعمل فاينل. المفروض اعمل فاينل, ممتاز. انا المفروض اعمل يا اما فاينل او اخليه اتريبيوت من الكلاس, صح ولا لا؟ يعني يا اما برفعه فوق يا دكتور صبري, يا اما برفعه فوق, يا اما يا اما بعرفه فاينل. فايو ميك ات فاينل, خلاص اتس اوكي. قلنا لانه هذه انر كلاس, هذه تعتبر انر كلاس. ماشي, تمام, جود. الان انا جبت السترينج, بدي احطه وين؟ لما انا اضغط بدي اياه يظهر وين؟ يظهر في التكست فيو. يعني السترينج اللي انا اخذته من السبينر بدي اياه يظهر في التكست فيو. فايش بدي اسوي؟ بدي اقول له تكست دوت ايش؟ دوت ست تكست. تمام, لمين؟ لا اللي هو ايش, واخليه في الايش, في التكست فيو يظهر. هيك بنكون احنا خلصنا السبينر. خلينا نشوف السبينر, خليه يشتغل. عبال ما يشتغل بنكون خلصنا ايش؟ الراديو جروب. تمام, خلينا نعمل الراديو جروب كمان قبل ما يشتغل الاميوليتور. طيب اسمه ار جي او ار دي, ما بعرف, ار جي اي ثينك. مش راضي. اسمه ار دي. تمام, ار دي دوت. تمام, خليه بده يعرض, خليه يعرض, مش مشكله, خلينا نعرض ونيجي. تمام, هاي ال عرض. لا مش هذا الطلاب اللي قبليكم. هلا انتم عندكم ايرور فيه, هاي في هون ايرور على اساس الار بي اللي انا حطيتها هلا. تمام, خلينا نكمل نعمل الار بي. ار بي دوت سيت اون. طيب هذا الليسنر اسمه سيت اون تشيك تشينج ليسنر. هذا الليسنر الميثود اسمها تشيك تشينج ليسنر, والليسنر نفسه اسمه. تمام, هو اللي انا بدي استخدمه. طيب نيو. طيب هنا في عندي ميثود ايش بتقول لي؟ بقول لي اون تشيك تشينج, ومعطيني هنا الاي دي تشيك اي دي. انتبه شويه, خليك معنا يا محمود. هنا انا ايش بده اليوزر؟ هنا في حاله الجروب الراديو جروب ايش بده اليوزر؟ اليوزر في حاله الراديو جروب يا جماعه
بده يعرف انت ايش اخترت من الجروب، هل اخترت الميل ولا الفيميل، صح ولا لا؟ يعني ضغط على الراديو جروب 1 ولا الراديو جروب 2. طيب هو مرجع لك الاي دي، هذه بيعطيك الاي دي تبع اللي ضغطته الزر، تمام؟ فانا ممكن ايش اسوي؟ ممكن اعمل التالي، اقول له راديو جروب، راديو بوتون، هاي انا عرفت راديو بوتون ار دي، تمام؟ هلا انا ممكن اقول له فايند فيو باي اي دي، تمام؟ وهنا اعطيه ايش؟ اعطيه التشيكت اي دي، ما هي هذه انتجر، هي وهنا الميثود هذه بتاخذ اصلا انتجر، صح ولا لا؟ تمام؟ يعني هنا ايش حيعطيني هو؟ حيعطيني ريفرنس لمين؟ للي انا ضغطته. يعني حيعطيني الريفرنس على الراديو بوتون اللي انا ضغطته، اللي انا اخترته. ماشي؟ مش انا حختار واحد منهم ان شاء الله 10. هون حيديني الار دي اللي انا ضغطته، صح ولا لا؟ تمام، هلا ايش بدي اسوي انا؟ كيف بدي اعرض النص اللي موجود على الار دي اللي انا ضغطته؟ مين بيقول لي كيف؟ بدي احطه بالتكست. هاي تكست دوت سيت تكست. مين بيقول لي يلا؟ مين بيقول لي ايش اسوي؟ جيت تكست. اعمل جيت تكست للار دي للراديو بوتون. انا جبت لك الراديو بوتون اللي انت اخترته من الجروب راديو. هلا داخل الجروب راديو في عندك اكثر من راديو بوتون، خلاص؟ طيب التشيكت اي دي انا اعطيته للميثود اللي اسمه فايند فيو باي اي دي، مش كده؟ فايند فيو باي اي دي انا اعطيتها الاي دي هياته، يعني اليوزر ماشي. الحين حط جوا القوس ار دي دوت جيت تكست. ايش تاخذ ار دي دوت ايش دوت جيت تكست؟ ممتاز، جيت تكست ممتاز دوت تو سترينج. فهيك هيعطيني ايش؟ هيعطيني الليبل تبع مين؟ تبع الراديو اللي انا ضغطته، تبع الراديو اللي انا ايش؟ اللي انا ضغطته، تمام؟ هيحطه في التكست فيو، ممتاز. خلاص هيك شغال، تمام؟ خلينا نشغله ونشوف كيف. يكون احنا هيك ضربنا عصفورين بحجر، شغلنا السبينر وشغلنا الراديو جروب، شغلنا الراديو جروب، تمام؟ ماشي، وين الاميوليتور؟ هذا الاميوليتور، تمام. انتبه شوية يا جماعة، لسه هذا مش برنامجكم، هذا برنامج الطلاب اللي قبلكم. تمام، هذا البرنامج. اوكي، هاي السبينر، لما انا بضغط على السبينر بيجيبني داخل السبينر. لو انا اخذت جازة، لاحظ الجازة اجت في وين؟ في التكست فيو. خليكم معي هلا. تمام، خلص السيشن الاول تقريبا، حيخلص. لما يخلص نرجع بنخش ثاني. طلع انتبه شوي، ماشي. هاي هنا بتغير لوين؟ اللي في الايديت تكست. طيب الان شوف، لاحظ هنا الايش؟ الراديو بتختار واحد انت، الراديو يا جماعه، الراديو لاحظ انه انت بتختار واحد منهم، هي ميل وفي ميل، تمام؟ هي ميل وفي ميل، تمام؟ واحد بس مسموح لك. بالنسبه للتشيك ان شاء الله تعمل تشيك 10 زي ما بدك. انا ما فيش مشكله. في فرق بين التشيك وبين الراديو بوتون. في حد مش قادر يميز ايش الفرق بين التشيك وبين الراديو؟ كله تمام يا فاهمين الفرق بين التشيكت وبين الراديو؟ كله تمام يا دكتور. تمام، الان بس بدنا نشغل التشيكت، وبدنا نشغل مين؟ وبدنا نشغل السبينر. طيب فنيجي على الكود هنا. اولا بالنسبه للتشيكت، هاي سي اتش 1 دوت ست تشيكت لسنر نيو او، تمام. طلع شوف ايش مرجع لك هو هنا. انتبه، في عندك مرجع لك از تشيكت بوليان، هذا متغير اسمه از تشيكت، فانت بتقدر تستفيد منه، تقول له اف از تشيكت، تمام؟ اف از تشيكت، تمام؟ وتحط هنا بالتكست دوت سيت تكست، ماشي. كيف بدي اجيب النص الموجود على التشيك بوكس؟ مين يقول لي؟
يلا شباب بدي اجيب النص اللي موجود على ميثود في السبينار انه سي اتش ديد ايتم او الايتم دوت سيتكس سوري دوت جيت تكس تمام دوت تو سترينج صح تمام وهي بدها فاينل الاس اتش 1 تمام اوكي نفس الاشي ممكن تعمله بالنسبة للسي اتش 2 تمام وهي طيب بالنسبة للسيك بار يا جماعة هاي السيك اسكي سمينا سيت اون كليك لسنر مش كليك اسمه سيك بار تشينج لسنر طلع شوية هنا هنا مهم شوية اولا السيك بار ايش بديك هنا بديك البروجرس بديك البروجرس انت ايش بدك تسوي هذا السيك بار يا جماعة مش بروجرس بار في فرق بين السيك بار والبروجرس بار البروجرس بار بيشتغل لحاله يعني بوريك لوين وصل النسخ لكن هنا ممكن تشغل هذا كمان بروجرس على فكرة بس هذا اليوزر اللي بحركه يعني بحركه اليوزر نتيجة حركة اليوزر بدك ايش يصير طيب احنا ايش بدنا بدنا يكبر الخط مثلا اللي في التكست فيو حسب ما احنا نكبر الخط نغير يعني انا بدي اغير بايدي هيك لما انا احرك هذا بايدي هيك هذا بحركه سيك بار بتحرك بالايد انت ممكن تحركه تلقائي يعني يتحرك حسب اشي يعني مثلا حسب نسخ حسب مثلا حسب اشي بتحرك على الشاشة زي ما بدك اسمه بروجرس هذاك اسمه بروجرس بار وممكن تخلي السيك بار زيه زي البروجرس بار بس غالبا السيك بار بيستخدموه انه اليوزر يحركه بايده بس اشي لما يتغير البروجرس هنا يصير اشي تمام طيب عشان نفهمه كيف بدنا نربطه مع الكود تبعنا طيب احنا بدنا نربطه مع التكست فيو يعني كل ما انا احرك شويه يكبر الخط بمقدار الانتجر تبع مين البروجرس خلاص طيب فهنا في شيء اسمه البروجرس بار في الماكس الماكس اللي هو القيمه اللي بدك توصل للاخر اللي هو sk dot h dot في ميثود اسمها set max هيها set max هنا 100 يعني 100 معناته من واحد لايش من واحد ل 100 تمام انا ما بعرف هلا الماين هذه sk dot set main برضه بتاخذ انتجر المفروض هذه تكون واحد صح من واحد ل 100 مش كده ولا لا surround version SDK هذه متغيره في الاس دي كي عشان هيك ما اشتغلتش طيب هذه الميثود على فكره ملغيه وكانها تمام في الـ طيب في الاكس ام ال برضه لغوها هي اصلا كمان موجوده بالاكس ام ال يعني في الاس كي سيك بار في عندنا شيء اسمه ماين تمام نحطها واحد في ماكس ست هايت ست ماين هلا هذا الهايت شيء ثاني ماكسيموم هايت تمام طيب خلي الماكس هناك تمام خليها الماين بديش اياها تمام ماشي على العموم احنا بدنا هاي دير بالك في عندك اون بروجريس تشينج وهنا اون ستارت تراكينج تاتش كل واحده لها شيء
on start tracking touch. تمام. وهنا on stop tracking touch. هاي لما تبدأ tracking، يعني لما إيش؟ إنه الكود لما تضغط عليها هيك يعمل إشي. ولما تضلك ماسك وترخي التراك لما ترخي التراك برضو ممكن تعمل إشي. ماشي. طيب هذه أنا بدي أشتغل على text view. text dot إيش dot set. هاي set text color sorry text size. ماشي. خليها 10 من عندنا، هذه العشرة أو 30 عفوا، 30 زائد زائد البروجرس، زائد البروجرس اللي هو معطيني اياه. هاي البروجرس معطيني اياه، تمام. بس انا اعطيته 30 لانه مش يعني بقدرش ابدا من واحد البروجرس، لانه واحد كثير الخط صغير، فانا خليته 30 زائد ايش؟ زائد البروجرس. تمام يا جماعه؟ تمام. خلينا نشغل. تمام. هلا التشيكت هذه لا، هذا مش برنامجنا. تمام. هاي التشيكت. تمام. تشيك ماي نيم، هاي كمان التشيك الثانيه شغاله. هلا لما انت تزود، لاحظ شايف بتكبر الخط وبتصغر الخط بالسبينر. تمام. هاي لما انت بتزيد، انت لاحظ لما انا بزيد السيك بار عماله ايش؟ قاعد بزيد بكبر الخط اللي موجود في التكست فيو. خلاص. تمام. ونفس الشيء هاي لما تشيل طلع ايش بصير. احنا ما عملتش لما احنا عملت بس لما تعمل تشيك. ممكن هون دير بالك فيها الاف هذه، ممكن تقول له else. سوري، ممكن تقول له إلس. تمام. وتغير هاي وتخليها من عندك، يعني أي إشي من عندك تقول له مثلا نوت تشيك. تمام. هلا بنجربها كمان شوية. خليها يعني لما أنا أشيل التشيك إنه يكتب لي نوت تشيك، عشان تعرف انه لما اليوزر شال التشيك عمل شيء معين. تمام. تمام شباب. في حد عنده سؤال على العناصر اللي احنا حطيناها؟ بدنا نرجع للسبينر بس. في حد عنده سؤال لحتى الان بس عشان بدي ارجع للسبينر؟